انتقادات حادة وجهها الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل أورهان باموك لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي صنعت ما أسماه دولة الخوف. باموك قال إن بلاده تتجه إلى نظام الإرهاب وتعيش اليوم حالة سياسية مروعة في ظل غياب الديمقراطية وحرية التعبير. حزب العدالة والتنمية الحاكم يمارس سلوكيات استبدادية، هكذا أكد الكاتب التركي داعياً زعماء أوروبا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع أنقرة بشأن حرية التعبير. الكاتب المعارض لموجة الإسلام السياسي يكشف عن انتهازية أردوغان بقوله إنه كان يغازل الاتحاد الأوروبي بالديمقراطية في سنوات حكمه الأولى تجنباً لوقوع انقلاب عسكري، لكن اهتمامه بها تراجع بعد تمكنه من الحكم. وتعرضت الحقوق والحريات الأساسية لانتهاكات شديدة خلال عامين من حكم الطوارئ الذي أعقب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، لتحتل تركيا بذلك المرتبة 109 من بين 126 دولة في مؤشر حكم القانون. وشهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت كتاب وصحفيين ونشطاء وسياسيين معارضين لحزب العدالة والتنمية.